السلام عليكم، صباح النور، صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير. المهم هنا غنبان لكم حاطه هاد المان، بغيت نبارطاجي معكم شنو هما لي كادو اللي توصلت بهم من عند اوريفلام، وبالنسبه لي برودوي ولا لا كوموند ديالي ديال هاد الشهر هذا. كيما قلت لكم البنات وغنعاود نقولها لكم، راه اوريفلام فيها ربح كبير 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 بزاف. انا زعما اكبر مثال غادي نبان لكم هي انا، شفتوني شنو بديت معاهم في الاول، الحمد لله وصلت معاهم الصالير، والحمد لله وصلت معاهم لواحد النيفو اللي هو زوين بزاف، ولا عندي واحد الروميز اللي هو زوين بزاف، كناخذ به بزاف ديال لي كادو. المهم انتم غتشوفوا معايا دابا كلشي، نشرح لكم كلشي. غير الحاجه اللي بغيت نقول لكم، راه انا الحاجه الا ما جربتهاش زعما وما بانتش ليا فيها فريمون الربح وداكشي، ما غاديش نبقى نجي ونهضر غير هكاك. حتى انا خدمت على الريزو ديالي، والحمد لله دابا راه بخير، وراه حنا خدامين كاملين داكشي. علاش؟ حتى نتوما دائما كنصحكم انكم حتى نتوما بغيتو يكون عندك مدخول شهري، يعني انك تبقاي تقدي حتى انتي اللي بغيتي، وتكوني حره ديال راسك، عندك فليساتك وجيبك تقدري ديري بهم ما بغيتي. ما عليكم الا انكم تدخلوا لباغ دانفو، كنخليكم مرتفوزي يا اختي، غنخلي لكم ديزه من هنايا كتسجلكم وكدوزكم للجروب. تما في الجروب كيكونوا البنات لي فورماسيون، كاينه معنا ملكه اللي نعاود نشكرها بزاف من هنايا، اللي كتعطي الوقت لكل وحده وكتشرح لكل وحده وكتعاون كل وحده تدوز لا كوموند ديالها. كما قلت لكم ذاك النهار باللي اوريفلام واحد الشركه اللي كتحقق لك احلامك كاملين، اي حاجه كتحلمي بها بشويه بشويه كتوصلي ليها. وعاود اوريفلام شركه اللي كتبداي بواحد البيجي اللي هو صغير، يعني كتقدي لا كوموند ديالك، يعني منها كتستافدي من لي برودوي انت لراسك، وفي نفس الوقت كتولي كتستثمري دوك الفلوس باش تقديتي. يعني كل شهر المهم هادشي غتفهموه من بعد فاش تدخلوا معنا للجروب وتحضروا لي فورماسيون اللي كيداروا داكشي كامل. انا غنشارك معكم بالنسبه للكادويات اللي ربحت مع اوريفلام في هذا الشهر هذا، بحالي بحال بزاف ديال البنات حتى هما اللي ربحوا معاهم. المهم بالنسبه لهاد اول كادو هذا ديال في اي بي البنات، هذا الكادو ديال في اي بي كيعطيونا الاختيارات في بزاف ديال الحوايج. انا اختاريت شويه، خوزيه اختي حتى هي اختارت واحد شويه، خوزيه وري عليهم. هادي ديال فوزيه، هادي بحال كريه، شوفوا شحال زوينه، هادي ديال الضو، شوفوا هادي شحال زوينه. راه كيما قلت لكم كيعطيكم الاختيارات، فوزيه اختارت هادي، جابتها لي النيت صراحه انايا، ها هي كتجي بحال هكا زوينه. انا كاينه عندي ديك الكبيره اللي كندير في البوطاجي، كتجيني كتشد لي تقريبا لي سباس كبير. بالحق هادي عمليه، ندير فيها المسمن، ندير فيها البطبوط، ندير فيها المشاوي، ندير فيها اللي بغيت. وكاينين البنات اللي جربوها قالوا بلي ما كتلصقش نهائيا، يعني لا كاليتي ديالها زوينه. المهم هذا الفي اي بي ديال فوزيه حيت هي ربحاته هذا، وهذا الفي اي بي ديالي انايا. انا اختاريت هذه على حساب العيد، راكم عارفين قريب العيد وداكشي، هاد خصني شويه وعجبتني هذه، وراها كبيره. شوفوا الشكل ديالها كي داير وزويونه، كتجي بحال هكا وكتجي مع هاد شويه هادي. كما قلت لكم بالنسبه للفي اي بي كيعطيونا اختيارات، يعني كيكون بزاف ديال لي كادو وانت كتختاري اللي يعجبك فيهم وخلاص. بالنسبه لهاد الاخرين هادو اللي كاينين هنا هنايا، اسمحوا لي، هادو ربحتهم على الشهر اللي فات، على الحمله ديال التقياد اللي كانت الشهر اللي فات. هادو هما اللي هداوهم لينا حنايا، يعني كاع البنات اللي كانوا قيدوا الشهر اللي فات راه كانوا عطاوهم نفس الباك اللي داير بحال هكا. اول حاجه كاين في هاد الباك فيه بانيني، صراحه كانت خاصاني نيت بانيني اللي عندي راها قدامت، غادي نحيدها و زعما ربحت هادي. كاين حاجه اخرى، كاين هاد الماكينه ديال القهوه، انا واخا عندي ديال لي كابسول صراحه كانت شهه مرمره، ديك القهوه المعطره كتعجبني المقطره ديال كتكون معطره تجي بحال هكا زوينه حتى هي. وعطوني هاد الطقم هذا ديال هاد الكوامل، قسما بالله البنات الا لا كاليتي ديالهم فنه تقالين. راه شوفوا الناس اللي ربحوهم يشهدوا على هاد الهضره اللي انا كنقول، راه ماشي داكشي للعيان، بالعكس لا كاليتي ديال هاد الطقم ديال الكوامل وهذا وهاد سميتها المقله وهادشي كامل زوينه. عرفتوا راه ثقيله في الهزه ديالها، ثقيله. دابا انا هزا بيد وحده وجاتني ثقيله بزاف، حنا تعرفوا بلي لا كاليتي ديالهم زوينه، متاكده يكونوا ما كيلصقوا ما حتى شي حاجه. المهم حتى نجربهم واكيد غنهضر لكم عليهم مزيان. كاين هنايا كسكاس، كاينه جميله بحال هكا، كاينه هاد المقله هادي. المهم كما كتشوفوا طقم كيجي هكا كامل مكمول، يعني كما قلت لكم البنات من بين الحوايج اللي زوينين انك كتربحي دائما مع اوريفلام، ما عندك كتزيديهم جداد في دارك، كتربحي برودويات زعما كل شهر كيديروا لنا حوايجات جدادين. وحنا العيالات كتعرفونا كنحماقوا على هذا الشيء. انا بعدا كنهضر على راسي، اكيد غتكونوا بحالي لما عند تنبغيو الجديد الماكياج ديما لي برودوي، نبغيو يكون عندنا حاجات اللي كيكونوا جداد وزوينين. دونك الشركه كتوفر لك هذا الشيء كامل بثمن جدا جدا مناسب، نقولها ونعاودها، سيرتو ملي كيكون عندك لا روميز. انا عندي الحمد لله واحد الروميز اللي كنتقدى به كل شهر، يعني هذا الشيء هاد لي برودوي غنبارطاجي معكم دابا، خلصت فيهم واحد الثمن رمزي، ثمن قليل،
شوفوا شحال ديال لي برودوي انا خديت. انا غادي نشارك معكم دابا كلشي، غنوريكم المنتوجات اللي انا تقديت هاد الشهر. اول حاجه البنات كاينين هنا الروايح، غير لكم ثلاثه درويح هادو ديال الرجال كلهم كما كتشوفوا، خديتهم على قبل وحده بغيتها لراجلي، هذه ريحتها فنه ريحتهم زوينين، وحده خديتها لخويا محمد، وحده خديتها للوالد ديالي، خديت لهم كلهم بحال بحال، شفتوهم ريحتهم هادو زوينين بزاف بزاف. اشنو خديت عاود؟ خديت واحد البارفان اللي شوفوا الشكل ديالها شحال كيحمق ريحتها حتى هي زوينه، حيت انا شميتها قبل. هذه شوفوا شحال زوينه شفتوها، زعما الا غتاخذوا هذه غير خذوها منها الشكل ديالها زوين، وحتى البارفان ديالها فنه وصيفيه ديال هاد لقيتها بالصيف ريحتها فنه. هذه حتى هي خديتها، انا كتعرفوني كنحمق على هاد البارفان. خديت هاد الاخرى هذه، هادي يلاه غنحلها حداكم، كانوا دايرين لي تيستور ديالهم في الكتالوج. شوفوا زويونه صغيره ديال تلوحيها في الصويك ديالك ما تقل عليك ما حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت ريحتها فنه، حيت كما قلت لكم كانوا دايرين لي تيستور في الكتالوج. يا سلام فنه 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 ريحتها. خديت فيها هذه وخديت الزقه ديالها، ها هي كما قلت لكم. هانتوما شوفوا شحال لي بارفان، شوفوا شحال ديال لي برودوي بثمن رخيص، حيت كان عندي روميز ديال 600 درهم من الشهر اللي فات، نقدر نتقدى به اللي بغيت. واو ريحتهم يا البنات كتحمق، شوف كتعرفوني فاش تنقول انا الريحه ديال شي حاجه كتكون زوينه راه ما تنهضرش غير هكاك. هادو وكانوا رخاصين، شحال كان الثمن ديالهم؟ شي 93 واقيلا ياك، شي 103 الا خديتيهم بجوج، الا كتخديهم بشي ناقصين شحال وخديت حاجه اخرى. خديت هاد لاكام هادي ديال لوكور، كتعرفوني زعما كيعجبوني البرودوي ديال لوكور. خديت هاد الكريم هذا ديال ميلك اند هوني، فيه واحد الريحه زوينه بزاف. هاد ميلك اند هوني حتى الشامبون ديالهم زوين، راه البنات اللي مجربينو يعرفوا علاش كنهضر. وخديت هاد الكوماج حتى هو ديال لوكور، انا ديجا كنت مجربه، هذا حتى هو غزال زوين بزاف. خديت واحد البانجوش اللي شكراتو ليا فاطمه اختي، راه تكونوا شفتوه شكرا، زعما كانت بارطاجات معكم الشهر اللي فات. هو هذا في واحد الريحه كتحمق، الريحه ديالو ديال لي فخوي غوج زوينه الريحه ديالو. هو واحد الصابونه ديالو بحال هكا. خديت واحد ديودورون هذه ديال الرجال ديال سول، خديت واحد الصابونه بحال هكا، خديت واحد العكر. هاد لاكام البنات العكور زوين، هادو ديجا انا واخده منهم راه ما تينشفوش الفم. شوفوا لي هاد اللوين شحال زوين. خديت هذا وخديت واحد البلوس، شوفوا اللون ديالو هذا غزال بارد، داك اللون داك النيود اللي انا كيعجبني. نوريكم لا ريفيرونس ديالو، هذا الا بغيتو تاخذوه، هذا لا ريفيرونس ديالو برالين نيود اللي كاتبين هنايا، برالين نيود زوين كما قلت لكم، حتى هو ما كينشفش الفم نهائيا. خلاص بالنسبه لهاد لاكام هادي راه كيمشي مع هاد سميتو هو كريم ديال لوكور اللي كتقدري تدهني به لوكور ديالك كامل. وخديت واحد البارفان اللي هي هذه ميس جيورج داني، بحال وقيله خديتها هذه الشهر اللي فات، كنت خديتها الشهر اللي فات وكنت عطيتها كادو، وليت خديت واحده اخرى. هذه هي زوينه باش نوريكم كي دايره. حتى هي الريحه ديالها كتحمق كتحمق، شوفوا ديجا غير الشكل ديال القريعه شحال زوين، وريحتها حتى هي شي حاجه اللي واعره كنرشها في نفس البلاصه. ريحتها يا سلام، انا اصلا هذه كنت مدمنه عليها من زمان، كنت كناخذها عندهم، ريحتها زوينه بزاف. وخلاص فوق ما كتاخذوا لي كوموند ديالكم هما راه كيعطيكم الكتالوج ديال الشهر اللي من بعده، فبحال انا دابا خديت الكتالوج ديال شهر 8 حتى هو فيه حويجات زوينه بزاف، من بعد ان شاء الله نشاركهم معكم. هذا ما كان البنات، حتى نتوما كنتو باغيين تربحوا بحالي الكادويات، تبغيو تبرعوا ريوسكم بالمنتوجات، ما عليك الا تجي عندنا الجروب ديال اوريفلام اللي فريمون غنعطيوك الوقت ديال بصح، وغادي نشرحوا ليك مزيان مزيان تتفهمي كل شيء، وان شاء الله علاش لا حتى نتيا تخدمي على الريزو ديالك وتكبريه واحد النهار توصلي للصالير علاش لا. المهم بغيتو تجيو مرحبا بكم كما كنقول ديما، مرتفو زيارها في الخدمه كتحط لكم صندوق الوصف ديما. دابا لقيتوني غادي غادي نمشي باش نبدل الحوايج، غنمشي عند سكينه اونيفير بريفيليج، غادي نمشي مع اختي فوزيه حيت كان خاصها صاك
كاينه معين تفوزي في الدار، غنمشي واحد خصاصه كتاخذ واحد السويق من عند سكينه، بما انه دخلات سيكان جداد وكتعرفوني تقريبا لا بليبار ديال السيكان ديالي من عندها كتجيب داكشي زوين، لا كاليتي ديالهم زوينه، ومنها بغيت نمشي باش ناخذ عندها لا غام دلوجه. جربت لا غام الحمام ديالها صدقات فنه فنه، راه شاركتها معكم، ودابا بغيت ناخذ عندها لا غام دلوجه اللي خرجوا حتى هي فيها غوماجات، فيها ماسكات، فيها بزاف د الحوايج، وفاش نمشيو تما ان شاء الله راه غادي نشارك معكم كلشي. بقيتوني يلاه وصلت عند سكينه دابا، غادي نبارطاجي معكم بالنسبه للسيكان، ها هما كاينين مورايا، نوريكم شنو كاين في السيكان، وغادي نوريكم حتى بالنسبه لاغام ديال لوجه، وديجا خرجوا شي حويجات جداد نيت في لاغام ديال لوجه غنبارطاجيهم معكم دابا. انا متاكده البنات غتكون لاغام شي حاجه زوينه بزاف، كما قلت لكم لاغام ديال لوكور اللي خديت ديال الحمام كتحمق فنه فنه فنه، راني جربت البرودوي ديالها كاملين، وسيرتو داك الزيت كوربوريل اللي كدهني به في ديك الريحه ديال الفلور دورونجي، فريمون تيخلي واحد الريحه ديال الانتعاش في لوكور ديالك اللي زوينه بزاف، كتبقاي كتشميها ميم تقدري كاع ما ديري البارفان دهني به غير هو لوكور ديالك كتبقى الريحه كتحمق. مناقب لكم الكاميرا باش تشوفوا. انا غنحاول نوريكم البنات شويه من شنو كاين في لاكوليكسيون ديال السيكان. اول صاك عجبني بزاف هو اللي هزه سكينه، وهذا شوفوا البنات كي داير غزال، شوفوا تنقولها وتنعاودها لكم، لا كاليتي ديال السيكان عند سكينه زوينه، ما كتجيبش اي حاجه الصراحه، كتجيب شي حاجه اللي فنه، وديجا الناس اللي خداو عندها قبل غيعرفوا بلي هذا الشيء اللي كنقول راه هو اللي كاين. شوفوا الصاك كيفاش مخدوم فن، هذا كيحمق كيجي زوين في الهزه ديالو. نوريكم بالنسبه لي موديل هذا كيجي بوشيت بحال هكا، كاين الناس كيبغيو لي بوشيت تقدر تهزي بالسميطه زوين حتى هو. شوفوا هذا لوينه ديال الصيف لي كولور ديال الصيف، هذا زوين حتى هو، هذا الميلونج ديال الوانات عجبني بزاف، فيه توا الصنطه الكبيره ديالو ياك، اييه فيه الصنطه ديالو، اييه هذا هو زوين. كاين صراحه بزاف ديال، شوفوا هذا، شوفوا هذا كيحمق، هذا كلاس، شوفوا شوفوا شدد اليد كي دايره، هذا غزال حتى هو عجبني، هذا الشكل ديالو زوين. كاين هذا ديال الكتاب كيف بوش، هذا توا كيجي زوين، هذا زعما تخي طوندونس دابا على مود مهزوز بزاف. كاين هذا الموديل، كاين الناس اللي كيبغيو هكا صغيورين، سويكات صغيورين، في توا كاين السنسة ديالو. شتو الشكل ديالو تاهو زوين صراحة، كاينين كاينين البنات موديلات فنين في السيكان. شوفو عاود هذا حتى هو غزال، هذا تاهو غزال البنات، البيبيتون زوين. بعدا واحد القضية خصني نشرحها، حيت ملي كتلقاون كاين بزاف الناس ملي تنقول لوي فيتون ولا تنقول ارميس ولا شي حاجه على بالهم زعما راه تنهضر على لوريجينال، راه بيان سيغ البنات لوريجينال داير الملايين، حنا ما تنهضروش ديما تنهضرو على الدوزيام شويه، يعني واخا كنذكر لكم انا السميه ديال لامارك، يعني السميه ديال لامارك اللي معاوده، حيت بزاف كيتحاب ليهم زعما، واش انا كنضحك على الناس تنقول لهم لا، غير باش نتفاهموا على هذه القضيه، انا راني عارفه وانتم عارفين والناس كاملين عارفين باللي اكيد الصاك ديال لوي فيتون الفري ماشي في استطاعتنا لا انا لا نتوما نشريوه، ما عرفتش المهم كل واحد القدره الشرائيه، المهم تنهضر على ريوسنا، اكيد راه غالي داير الملايين، ما غاديش نقدر نشريو صاك نحطو فيه الملايين بيان سيغ، ما هاد الهضره راه ما كايناش، كنهضروا على الدوزيام شوا، ولكن لا كاليتي كتكون زوينه، هذه هي الحاجه اللي نبغي نوضح لكم، لا كاليتي ديال الصاك كتكون زوينه وكتكون شي حاجه مخدومه مزيان، هذه اهم شيء. المهم هذه غير بين قوسين كيقولوا باش نشرح لكم هاد القضيه، ما بقاش نلقاها مازال في لي كومونتير. كاين عندنا تعاود هذا الموديل، شوفوا كي داير، المهم كيما قلت لكم راه لا كاليتي ديال السيكان كتكون شي حاجه زوينه بزاف، وتيكون الصاك مخدوم مزيان. الناس يبغيو يهزو بلاصانتو طويله، هذا تاهو زوين الشكل ديالو. المهم خلاص الناس كيبقاو اذواق بالنسبه للسيكان، زعما كل وحده وشنو كيعجبها، وكاين ميم زعما اللوينات كاين كيعجبو النواغ يهز بزاف النواغ، كل واحد شنو كيعجبو، وكاينين موديلات وحدين اخرين. شوفوا عاود هذا، هذا تا هو غزال، شوفوا البنات هذا الموديل كيحمق، شفتي هذا فوزيه زوين، شفتوا السميطه ديالو كي دايره، ما تعجبوني هاد اللوان مفتوحين، دابا حنا في الصيف نيت
كاين عاود هذا حتى هو شيك في الهزه ديالو زوين حتى هو زوين هكا شي خريجه بالليل كنتي غادا تعشاي ولا شي حاجه وشوفوا هذا الموديل حتى هو هذا حتى هو كيوت تا غزال هذا حتى هو كيحمق زوين تيجي بحال شي هادشي بوشيت زوين وخلاص بالنسبه للنوار كاينين فيهم بزاف ديال لي موديل وريني الاسو كاينه شوفوا هذا الناس كيبغيو سيكان كبار بالنسبه للناس كيبغيو سيكان كبار شوفوا هذا ديال شانيل ديجا كنت خديت انا سكينه بحال وشحال هذه وباقي لحد الان بحال اللي مازال عاد خديته جديد حيت كما قلت لكم لا كاليتي ديالها كتكون مخدومه مزيان وغزال هادو بعدا فنين زوينين صراحه زعما ماشي نجامل فيها ولا ولكن السكن اللي خديت من عندها فريمون زوينين شوفوا هذا الموديل الاخر هذا تا هو غزال غير هذا شي شويه صغير على الاخر كاين هذا الموديل الاخر شوفوا هذا تا هو البنات تا هو الشكل ديالو زوين هذا بحال اللي خديت هذا عندي بحالو هذا البنات كيجي كيحمق في الهزه ديالو هذا راه شفتو عندي ديجا انايا خديتو نيت عند سكينة عندي داك الماغون خفيف اييه هذا شويه شتي عندي هذا كاين عاود هذا الموديل هذا في البيج تبع زوين تبع شكل ديالو زوين واو هذا تا هو كيحمق تالوين غزال تا هو راه فيه السميطه ديالو تبغي تهزي بالسميطه ديالو هذا نفس الموديل واقيلا في النواغ ياك أيه هذا بوردو هذا راه نفس الموديل هو في الكحل هذا فيه هذا غوز ديفي بوردو في النواغ وفي النواغ اييه كاين هذا تا هو زوين صراحه لي موديل زويونين هذا خلاص بحال اللي وريتكم كما قلت لكم راه بحال اللي كاين عندي اللي خديت عند سكينه عرفتوا كي كيجي مع الجليبات والصبيبات كيجي غزال الصراحه كيجي زويون شوفوا عاود هذا الموديل حتى هو كيحمق صراحه ساكتي نسك في الاخر الا كنتو مبلين حتى نتوما بالسيكان شوفوا هذا حتى هو البنات حتى هو زوين الشكل ديالو حتى هو بلا سنتيمتر ديالو الا كنتو مبلين بالسيكان غادي تلفوا كاين هذا الموديل الاخر زوين حتى هو كيجي بالسميطه ديالو تبغي تهزي بالسميطه شوفوا عاود هذا الموديل شوفوا عاود هذا الموديل كي داير حتى هو غزال شتو راه اكسبري كتحل لكم الساك من الداخل باش كتشوفوا زعما كيفاش مخدوم كيفاش مقاد ماشي بحال دوك الساكان السواقين اللي تتهزي شويه تيبدا يتقشر لك وداكشي لا نهائيا كاين عاود هذا الموديل الاخر هذا حتى هو زوين هانتوما شتو خلاص النوار فاش كنقولوا شرينا ساك في النوار كتقولي غتهزيه مع كاع الحوايج اللي عندك الكحل تيجي مع كلشي شوفوا هذا عاود كي داير تا هو كيحمق تا هو خلاص فيه السميطه ديالو طويله كاين هذا الشاني تا هو شوفوا السميطه ديالو كي مخدومه البنات غزال هذا تا هو كيحمق زوين السميطه ديالو قصيره ياك قصيره السميطه ديالو طويله يعني الا بغيتي تهزي هكذا الا بغيتي تهزي هذا شوفوا هذا تا هو كيحمق راه قلت لكم الساك غير نسيكم في الاخر هذا تا هو زوين الشكل ديالو ما عندي ما نقول كتجيبو موديلات فنين المهم كما قلت لكم البنات خلاص سكينة راه هيا شوفوا هاد الصغيورين هادو ديال ديور
تما زوينين كيما قلت لكم، راه كدير لا ليفريزون زعما واخا ما تكونيش ساكنه في اكادير اولا، انا كنحاول نوريكم لي موديل اللي كتجيب، كنحاول نوريكم شنو كاين في الجديد باش الا كانت عجبتكم شي حاجه حتى نتوما راه هي تقدر تصيفطها لكم فين ما كنتو. شوفوا عاود هذا اللون حتى هذا كيحمق هو اللون ديال زوين، وها هو النوار حتى اللون زوين. دابا تقريبا وريتكم كلشي شويه شويه ملي كاين، كما قلت لكم باش تاخذوا فكره على شنو جايبه في سكن جداد. الا كنتو انتريسي بشي حاجه ولا عجبتكم شي حاجه تقدروا تواصلوا مع سكينه، غنخلي لكم النمره ديالها في صندوق الوصف بحال ديما، نخلي لكم حتى لاباج انستغرام اصلا. الا دخلتوا لاباج هي دائما كتحط الجديد ديالها في لاباج، يعني تابوناو عندها وفوق ما كتحط حاجه في ستوري يبقى يطلع لكم. دابا غنشارك معكم هما لي برودوي ديال لاغام ديال لا مارك ديالها، حتى هما راه كاينين هنا الا كنتو انتريسي بهم. لاغام ديال الحمام البنات خذوها بعينيكم مغمضين، انا جربتها وكما قلت لكم جيت اليوم باش ناخذ لاغام ديال الوجه باش ان شاء الله نبدا نستعملها حتى هي، ونقول لكم وجهه النظر ديالي الصريحه عليهم. انا غنحاول زعما تشرح لنا شويه سكينه على لاغام ديال الوجه باش ناخذوا عليها فكره كامله. بالنسبه لاغام ديال الوجه اولا ديال الفيزاج غتشرح لنا شويه سكينه عليها. المهم بحال ديما عاوتاني كل وحده وشنو تبغي تاخذ، مقسمهم بزاف ديال المجموعات وكاينه اللي تبغي تاخذ لاغام كامله. المهم هي سكينه تشرح لنا شويه كسكينه. اها بارك الله فيك. لاغام الاولى هي هذه فيها القماش، ها هو القماش البنات ريحته زوينه، انا حليته وشميت الريحه ديالو. عندنا القماش اركان وويل جوجوبا اييه، وعندنا هنا السيروم، هذا السيروم كيدير بالليل السيروم ضروري. اها وعندنا القماش على الافخ هو هذا اللي كنديروا الشنايف ديالنا باش كيحيدوا داك القشور داكشي كامل، بما انه كنديروا لي غوج على داكشي كيوليو فمنا كيتقشر ملي كتستعملي هذا زعما كتهني من داك القشور داكشي كامل. فاش نجربوا حنا نحكموا. عندنا هذا يعني ماسكو قماش كركما، هذا اللي خديت مع ديال لوكور، هذا البنات زوين، هذا واعر ميم ديريه لوكور ديالك ولا ديريه حتى لوجهك. انا كنخلطو بماء ورد، اشنو قلتي لي ندير معاه؟ درون مسوس هكاك، انا صراحه جربته مع ماء ورد جاني زوين، غادي نجربو بدرون مسوس حتى هو. وهذا السيروم حتى هو بحال هكا السيروم ديال الوجه، وعندنا هنايا لابوم عليف والقماش عليف. هي يعني احسن الواحد اللي كان ياخذ القماش ديال الفم اللهم ياخذ معاه البوم عليف ديالو احسن. اها وعندنا هنايا الماسك فيزاج ارجي، هذا ديال الطين ياك. أيه. حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال لي بور ياك واسعين تقدروا تستعملوا هذا، حيت الطين خلاص معروف. وحتى الناس اللي عندهم مشكل ديال انه وجههم تيفرز والحبوب يعني يكون دهني بزاف تيخرج لكم الحبوب دوك الافرازات الكثار، ملي كديري لاغجيل هو معروف اصلا باللي كينقص دوك الزيوت والافرازات كاملين وكيبس الحبوب. هذا كاين سبراي هي ولي بور دي لاتي، يعني الناس كيسد الماس. اها عندنا البوم عليف، وهاد لاكام كتمشي مع كيمشي مع البوم عليف. هنايا كيمشي غير الماسك والقماش كركما مع السيروم، مع السيروم هادو عاوتاني كيمشيو بوحدهم وخلاص. اللي بغات تاخذ لاكام كامله وتجربها كامله ها هي كاينه في هاد المجموعه هادي. يعني شنو فيها هنايا؟ كاين الماسك فيزاج ارجي، وعندنا القماش ديال هذا الويل جوجوبا واركان، وعندنا السيروم، وعندنا السبراي و لابوم عليف و القماش ديال الفم. دونك اللي بغات تجرب لاغام كامله نصحها تاخذ هذه، اللي بغات زعما تبدا بشويه بشويه تبدا تجرب تكتشف شنو كاين، وهذا تقدر تشوف شنو هما الاحتياجات ديالها وشنو غادي يخصها. فكره زوينه انك قسمتي كل يعني كل واحد شنو يقدر ياخذ. ايوا صافي كما قلت لكم البنات ان شاء الله انا فاش نبدا نجرب عاوتاني راه غنقول لكم شنو كاين، ونقول لكم شنو هما المزايا اللي بانوا لي في لاغام، نقول لكم كل شيء ان شاء الله. المهم اي وحده فيكم تبغي شي حاجه البنات غنخلي لكم النمره ديال سكينه هي وايمان، خليها لكم في لاباغ دافو ان شاء الله. الا كنتو انتريسي بشي حاجه تقدروا تواصلوا معهم، وراه يصيفطوا لكم الامانات ديالكم حتى لعندكم. اللي نسيت ما وريتكمش البنات، نسيت ما بارطاجيت معكم بالنسبه لهاد لي زويل هادو اللي كيديروا في دوك المبخرات اللي كيعطيو ريحه زوينه، كيكون دي زويل هكذا مركزين، كاين ديال العود كاين فلو دورونجي، وهذا ديال اش سكينه اها، وهذا هذاك ديال العنبر، ديال العنبر الريحه ديالهم كتحمق والريحه ديالهم مجهده. انا حليت القرعه دابا شميت الريحه ديالهم زويونه، كما قلت لكم كديرهم هكذا في المبخره تشعلي الشميعه من التحت وديري غير نقيطه وكتخلي لك الدار معطره زعما. حيت انا ديجا مجربه هادو زعما مجربه هاد لي زويل هكا اللي كيكونوا ديال المبخرات مجربهم تيخليو الريحه ديال الدار فنه.
بعد ما خرجت من عند سكينه مشيت للدار بدلت عليا وتغدينا في الدار عاد وليت خرجت جيت للصالون عند فردوس انسبيراسيون دو بوتي اللي كاين في رياض السلام كاين اونفاس مع الاوبو حدا الروم بوينت ما فين كاين الصالون ديالها وريت لكم شحال مره خدمت هي البنات غزاله جيت هذا النهار خصيصا باش ندير لي غوتوش بالنسبه للرموش وفي نفس الوقت غادي ندير الميكرو بليدينغ وغتشوفوا النتيجه كما كتشوفوا البنات بالنسبه للرموش راه عمرات ليا دابا مزيان وشوفوا بالنسبه للحجباني دابا انا ما فيهم والو يعني ما فيهم حتى شي حاجه بالنسبه للميكرو بليدينغ اللي كنت دايره قبل راه بدا كيتمحى بدا كيمشي طلقاش بزاف انا غادي نعاود دابا وغادي نحاول تعرض ليا فيه بدات شويه بالنسبه لا فورم واكيد غتشوفوا الريزلت فينال تشوفوا كيفاش غادي يجيو وبالنسبه للرموش خلاص بلا ما نعاود نشكرهم لكم حيت انا اصلا كما كنت مقتنعه بخدمه ماشي نبقى نجيب كل مره ونبقى نعاودهم حيت غير كيجيو زوينين وكيهنيوكم من الماسكارا وتولي ماكياجك ساهل ملي تديريهم وكيجيو زعما صراحه ناتشورال كيجيو فنين وهنا كانت كدير ليا البنج على حجباني حيت دابا غادي تخدم ليا الميكرو بليدينغ بالنسبه للبنج البنات كيبقى المده ديال ربع ساعه على حجبانك كدير لك واحد السلوفان انتما تشوفوا معايا دابا باش هكا كيشد مزيان عاد من بعد كتبدا الخدمه اكيد كتفهموا على لا فورم كيفاش بغيتيها كتوريك لا كولور اللي بغيتي وداكشي كامل والحاجه اللي بغيت نقول لكم باللي زعما كل وحده كتخدم ليها بلي برا ديالها بوحدها هذه زعما حاجه اللي خلاص معروفه زعما كتوريك البرا ديالك جديده باش كتخدم لي كتقول لك هيا باش غادي نخدم لك وفريمون خدمت يا البنات زوينه بزاف بزاف ما عندي ما نقولها نتوما غتشوفوا النتيجه وغتحكموا بيديكم بالنسبه للفردوس بحال ديما غنخليكم المرتبه في صندوق الوصف حيت هي كتخدم بلي رونديفو يعني ضروري انك تصلي بها قبل ما تمشي عندها وتاخدي الرونديفو ديالك وانا متاكده غتعجبك خدمتها هي النتيجه النهائيه البنات من بعد ما ساليت نتمنى تكون واضحه لكم مزيان المهم شوفوا ما تديوش على لا كولور راه غادي زعما الحجبان غيتقشروا من بعد وغادي تبدل اللون ما غاديش يبقى بحال هكذا فونسي ولكن لا فورم حمقاتني عجبتني بزاف بزاف شوفوا شوجه زوينه اكيد من بعد ما يتقشروا غادي يبان لكم عطيني شكل اخر وخلاص عطاتني هذه الفيتامين هادو قالت لي تبقى ديري مره في الصباح ومره في العشيه هادو قالت لي بلي حسن من الفازلين وداك الشيء نبقى نديروا الحجباني باش يتقشروا ليا دغيا دغيا ومن بعد اكيد غتشوفوا حتى نتوما النتيجه المهم صراحه عجبتني الخدمه ديالها تبارك الله عليها خدمت فيها بزاف زوينه بزاف غادي نشدو الطريق دابا غادي نمشيو عند فاطمه اختي حيت العائله كلهم مجموعين تما بقيت غير انا وفوزيه فوزيه بقات مشات معايا للصالون وصراحه بالنسبه لخدمه فردوس والله هي الماتيله زوينه بزاف على بعدا كنخرج فرحانه من عندها كتعجبني النتيجه ديال اي حاجه درتها الرميشات تبارك الله كيبقاو زوينين وكيبقاو شادين الحجبان وكذلك عجبتني الرسمه اللي دارت ليا ليهم وكما قلت لكم ان شاء الله من بعد فاش يبداو يتقشروا داكشي راه غتبان لكم النتيجه النهائيه هو المهم تلقاو فاش نمشي عند فاطمه فاش نوصلوا عندها البنات يلاه وصلنا صراحه الجو زوين هنايا بقيت غزاله كتحيد في الرمان هانتوما قالت لها واحد الشجره ديال الرمان كاين هنايا في باب طلع شي رمانه طيبه واش حيداتها كما قلت لكم الكالم ديال بصح هنايا والجو زوين لقيت الوالده ديجا صايبات العشاء درت لنا كسكسو يا سلام كسكسو لما العائله ما كاين ما احسن منه ناكلو كسكسو اليوم في العشاء ايوا صافي هذا مكان هاد ان شاء الله نشدو الطريق شوفوا فوزيه شوف يا تيفله نشوف زوين صدق والله الا زوين شوف المهم شوفوا حنا راه شفرناه انا هذا الرمان راه شفرناه راه كنعترف ها انتم سالات غزلان جاتني ولد فوزيه صدق زوين شتي طيب ما عندكمش شي خوخ هنايا شي شي حاجه اخرى زيتون زيتون ها هو ادم ها هو ادم شوف شوف هاك رمانة هاك 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 رمانة هيا هاك سد سد يلا سير غسلها سير غسل دوك اليدين سير 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 عند ماما سير شفرها اش كديري غزلان كتشفر قالت لك كسكتو هيا فاطمة البنات كاع ما وريتها لكم
كيفاش البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ سي اختك تتحشم تتحشم جابت لنا جابت لينا الكوتي برا نسنا نديرو الكوتي لا برا اشنو بغيتي؟ بغيتي هادي؟ اشنو هي هادي؟ بغيتي كونفيتور يلا بلاتي البنات لقيت عند فاطمة هاد الخل هذا كل وحدة كتعطيني المنافع ديالو خل التفاح هي قالت لك كديري معلقة مع هكا تشربيه بالليل مع الماء تيضعف غيزان قالت لكم كيضاعش الصباح الصباح غيزان قالت لكم كتمسحوا به بحال تونر بحال ما ورد وقالت كيرد البشره واعره والمهم هادو النصائح ديال غيزان فاطمه حنا نديوه ونجربوه نشوفوا شنو واش هادشي نيت بصح واش بصح نيت كيدير لنا الوجه وعندك دير الوجه ديالنا شي حاجه لا ماشي هي تيديرها الوجه ايوا حنا نجربو نشوفو هادشي كي داير قولي لنا شكون اتاندي اتاندي ايوا هي القصيعة يا البنات انا اللي صوبتا اييه شكون اللي صايبها خضاري انا اللي صايبتا الله 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 الوالدة اللي عندكم البنات هاد القصيعة ديال الوالدة عطيها ريحتها كتشهي بنينة يا سلام يلا دخلنا للدار البنات كما كتشوفوا دزت عند العساس لقيتو كاين عنده هاد الكليه هادي حيت اتصلت بيا اصلا لبنه في العشيه قالت لي غندوز لك بالنسبه للامانه ديالك حيت كنت كومونديت عند البنات جوج ديال الاطقم واحد ليا ديال بيوتو الناس واحد ليا واحد لفاطمه اختي وشي مخد على حسب السيجور المهم من بعد الفيديو الجاي ان شاء الله نشاركهم معكم كتبقى ديال البنات داكشي غزال كيحمق ولا كاليتي الثوب باش كتخدم شي حاجه واعره بزاف 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 وكاين واحد المهم كاين بزاف د الحاجات انا خليو حتى الفيديو الجاي حيت الا جيت نشارك معكم هادشي اللي كاين هنا غيجيني الفيديو طويل 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 بلا قياس انا يلاه زعما ديجا صورت لكم بزاف د الحاجات اليوم ايوا صافي هذا ما كان دابا غندوز مباشره باش نغسل وجهي ندي ماكي ونمشي باش ندير داك الفيتامين اللي عطاتني فردوس قالت لي ديري الحجبانك قالت لي تبقاي ديري في الصباح وفي العشيه غادي نمشي كما قلت لكم باش نديروا الحجباني وغادي ناخذ غير شويه بالقطن ونديرو هكا على الحجبه عجبتني البنات الرسمه فن الرسمه بزاف بزاف عجبتني وبزاف منكم في انستغرام اللي عطيني شي مقص بزاف منكم في انستغرام اللي قالوا لي امينه هذه الرسمه ديال الحجبان جاتك زوينه سيختو انها زادت طولات ليا واحد شويه هنايا في حجباني شفتو بحال قلتو العين تفتحات ما عرفتش واضح لكم مزيان ولا لا المهم انا صراحه عجبتني الرسمه اللي صايبات لي مندي ما تسالها وخلاص بالنسبه للرموش كاع ما نهضر لكم اليوم حيت زوينين فنين 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 خدمتها رائعه شكرا غادي ناخذ غير شي شويه بحال هكا قالت لي بلي هذا احسن من فازلين قلت لي تبقاي ديري احسن من فازلين حيت انا فاش كنت درتو في الاول درت الميكرو بلادي كنت كندير غير فازلين بحال هكا وصافي غادي نمشي باش ننعس غادي نسد معكم الفيديو هنا ونقول لكم تصبحوا على خير تهلاو في راسكم شكرا بزاف على التتبع ديالكم ما تنساونيش البنات بلي جيم ديالكم فريمون تيفرحوني وتيحفزوني وتيخليني نزيد لقدام خليو لي جيم ديالكم خليو لي كومونتير بحال ديما وبوسات كبار ان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو جاي السلام عليكم